طيب لا لا لا، وراس خويا الغالي، وراس خويا الغالي، امورك واضحه، اي امورك واضحه. الدوية هذاك من عندي، اي نعم الدواء من الوزارة، انا خدمت لك الدوسي ويوز لك الدواء نتاعك، المهم ما تنساليش في الزيتون. اي شبيب تاع اي اكل خشين هذاك الكوبري هذاك، اي زيت جي يجي زيت، لا عادي عادي، تحب تقربوا وتجيبوا ولا تحبوا زيتون عادي، ما عنديش حتى اشكالية. ان شاء الله باش نطلع عليه الدوسي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. غدوة نتصل بيك، كن مهم. اه يا سيدي السلام عليكم. مرحبا بك اخوي. مرحبا. السلام عليكم اخوي. مرحبا بك. بعد الانظار اللي تحت كان غالب خويا الفلاحي، بعد الانظار بعد مغالب. سيروح 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 سيروح. هاي مرحبا بك مرحبا بك اخوي. مرحبا. صحوالك. يا ربي. خويا الضغط نتاع الخدمة هاك تشوف، الصبر وبرا. صحوالك. انا عارفك اني بروحي، انا يا اخويا مكلف بمهمة لدى وزارة الفلاحة وملحق فلاحي مع سي سمير بالطيب. أنا سيدي نقدم لك زادة روحي، اسمي عبود، عبود المهف. عبود ولا عبود؟ أنت عبسيس؟ يا دي عبود عبود. آه عبود بالدال. عبود جاي من العبادات. إن شاء الله ربي يكبرنا في طاعته. أنا سيدي ممثل وزارة الثقافة. مسؤول على الأنشطة الثقافية، على الموسيقى، على المهرجانات الكبيرة والمهرجانات الصغيرة. والله العظيم تحب، والله عاملة فينا المهرجانات. خويا لا محالة، ما حتى نضيق نفس عم نتولي. صحيح والله صحيح، شو تعمل؟ هذاك هو تعب، هذيك هي الدولة. إن شاء الله إن شاء الله. هذيك هي الدولة، مش على واحد. إن شاء الله ينظروا بيا. خاصة النشاط الثقافي. صحيح صحيح. أنا يا سيد باش تكون في بالك، أنا استقبلتك في الدار نتاعي هنا باش نمزو هالاتفاقية هذه بتاع الشراكة اللي أقرها السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والسيد وزير الثقافة. وهو كذلك وهو كذلك. وأنا حبيت نشكرك على الاستضافة بتاعك هنا في الدار، ما شاء الله عندك دار واسعة ما شاء الله، ربي يزيدك. هيا صحيح والله تعبت، أنا تعبت وخدمت الفلاحة بقلب وزمير. الفلاحة ريت من دمي عطيتها، شبيك ثم 20 عام وني مفلح. حتى هي ما شاء الله الفيراندا بتاعك مدكمة بالصناديق الخضرة والرمان مسلي عني بي. والله هذاكم الصناديق بتاع هذا رمان السناء. والله هذاك تعرف رمان جابوه لي فلاحة. وبسيفتي لي عندي خبرة 20 عام في الفلاحة، أنا يجيو يستشيروني في ياندرا قطر ياندرا، يستشيروني في الأمور الفلاحية ونعطيهم المعلومة باش الصابة تجي مريحة. صار ذواقة الصناديق هذيك الكل تذوق فيها. أي أي باش نعطيهم. ما شاء الله ما شاء الله. حط البنانة وعندك كرادنها مفرد، راه مع العباد مقاطعينها. والله حكاية المقاطعة احنا عملنا راه هذيا في الوزارة، حددنا أن أي حاجة يصير فيها المقاطعة يتم جلبها لهنا للدار. صار اللي قاطعوا نقايدوها راه السلعة جينا. باش تكون معك واضح راه نقايدوها في ليستا، والليستا بعد تالي نهزها للوزارة وتطبع غادي في الوزارة وكل شيء. ما شاء الله في عندك فيراندا معبد. تو يا رسول الله ما حسدناكمش انتم جماعه الثقافه اللي 70% من الميزانيه ماشي للملتقيات والسفريات. لا لا هذيك خدمتنا عاد، ملتقيات لازم، ملتقيات لازم راه مش زاد. يا دي بالله خلي النساء. انا تعرف نعرف شكون في وزاره الثقافه في عرس بنته جاب لوتي باش ناخذ صبر ربيعي على حساب المهرجان خلصها. يعملوا شكوك ما يعملوش يعملوا، اما الوزير جديد او سربس انا وياه سربسنا على الفساد قضينا عليه. صحيح صحيح الوزير هضايا هضايا الوزير هضايا مسربسها على الفساد. لا لا مسربسناها زاد بلا بلا. صحيح صحيح باهي. الحصيل تو احنا جينا على كل اتفاقيه مش انا نزيدوا التاك شوفاها ونزيدوا مبالوراها. اي بالطبيعه تو كيفاش باش تفهموا ثقافه تنقرض مع الفلاح. فهمتني نفلحوا في الثقافه تجوا تستخفوا في الفلاح. اي تو كلها فلاحه هي تفلح. السلام. شو تلوج انت؟ قال نجبد لك الدوسي. شنو هذا الدوسيات ولا رمان ولا نزاط ولا بروكدين ولا ما يذواق عاد منك انت. اي سيدي احنا تو باش نبدو بالنقطه بالنقطه، عندنا شويه نقاط، عندنا ساعه المشكله بتاع المهرجان. اسمع 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 باش تكون معاك واضح، المشكله بتاع المهرجان خليها غاديك، انا جايين احنا تو رانا عندنا مشكله كبيره. كيفاش؟ رانا نعانيو، احنا رانا داخلين على الصابه نتاع الزيتون وما ثم الجماعه
هذا واقع، هذا واقع اذن الدولوه. انا طرحناه في الوزاره ضاي ما عندناش جماعه. تو بالضبط شنو تنجم تعمل وزاره الثقافه فاش تنجم تعاونكم؟ والله يعني احنا ماشيين راهو في سياق اللي اكل المديرين المكسرين والرؤساء المصالح عنا عنا بالالاف والراقدين في وزاره الثقافه هذاكم فماش مجمدين عنا برشا. اي ياك المجمدين هذاكم نجموش الكل نجموهم فرد سياق ونجمو ندمجوهم في جمعان الزيتون. اه يجمع معكم الزيتون. يجمع معنا الزيتون هكا تصير الافاده. والله فكرة علاش لا؟ احنا نجمو نعاونوكم حتى معناتها مديري دور الثقافة والمكتبات العمومية قاعدين يبقوا في النور. هذا هي نجمو نلمدوهم يجمعوا الزيتون معكم. نخافوا هنا تو ثم نقطة معناتها نجمو نختلفوا فيها يظن. شنو النقطة شنو؟ هي من بعد كيفاش تو احنا باش ندخلوا معكم في الشارع. وباينة من الزيت لوزارة الثقافة كيفاش باش كيفاش باش نقسموا الزيت؟ لما خص الزيت، ذوقوا شوية زيت سعدوك، لما خص هذا زيت سناد. زيت سناد. نبلك. تطرح خويا عندي ذيك نفس. الزيت هذا ضربة ضربة. الطقايات عملت فيه. ضربة ضربة ذيك نفس. بالله. يا عندك ذيك نفس ترى. اوه هاي. زيت السنيد هذا. شوف لنا هذا معصر من هنا بحذاك. اي. اه هاي. زيت هاي. الهول احنا خويا هي تو خافوا تو احنا ما نتفاهموش في القسم. لا 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 بس منو مش فهم يكون على كل شيء انا قاعد. احنا راهو سي سمير بالطيب عاد التعليمات باش نتساهلوا مع الناس نتاع الثقافه. معناتها تقرقيب على وزاره الثقافه فهمني باش ناخذوا امورنا ورا. تقرقيب على شكون؟ ما تختلفوش ما ناس ما لا لا مش لا لا هاي القصه النقطه هذه يجيكم الزيت مقرقب فهمنا ولا؟ باهي كيما نهقى كيما هكا مقرقب أمانة زادة ما تحشمش قوة. شوف لي حطك فيز ولا اثنين ولا ثلاثة زيتون. ها هذا حديث هذا يا هذا حديث طبعا. ليه يعني هذاك استهلاك الخاص. أنت راك المعصرة أنت راك المعصرة. يا رحمة دي ستر الله ستر الله ستر الله تعمل قوي عليك راه. تعال جاي خويا سعاد إذا قنفس. لا عسل ضربة ضربة زيد هذا زاد عسل السناه. أنت عند السنيه. آه عسل حرة ضايع. ما كثرش منها راه قوي يضر. عندي حتى شوية سكر ما تصورش. لا لا ما مادام حر ما يخوفش. يا زي عندك السكر يا. حر ولا؟ دريمة. نقول لك حرني ما عادش تعاون. لا تضر هو. حر والله عسل. هاي ما تقولش حر. ممتاز. شنو هو توا معلم؟ راه جامعين في شراكه مش باش تعبي القفه وتجي تستوعب. لا شيل طور ما انا هزيتها وسكتها. لا وزارتها هزيتها وسكتها. لا 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 شيل باش نحطها. هذا تعب لي الاخر المستشارين حاجه يجوا ما يجيش مستشار. وسع بالك احنا نتعاونوا مع بعضنا مش ندخلوا رانا في شراك. جايه مشاريع كبيره راهو مع بعضنا. انا راني هاي تفضل. مشاريع عندي ولدي. هاي. في البحر ان شاء الله في الصيف. ما نجيبش هكا تشوف الفنان باهي هكا. هي عاد ما قلت لي عاد كاكا كاكا عاد نولوا نشوفوا لك. شوف شوف شنو تحب انت؟ زيد الرمان زيد التمر هز. تحب الغزي؟ هز التمر ها؟ شنو تحب نجيبه لك؟ والله الغزي ما يسالش. تحب الغزي؟ ما يسالش خويا ما يسالش انت عملت مبروك. زادك الوليد هذاك يعجبني. لا عندي سبع سنين تعدوا. يا اختاري انا نكذب. وقلنا نجيب لا 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 اختاري نكذب. اختاري خليني الغزي يزي. باهي تو نجيبوك الغزي. انا راني الثقافه اللي خدمتها راهو من الستينيات. وانا نخدم في الثقافه. انا اسست مهرجان الفن المعاصر في الدوار نتاعي. وقت ثماش تسمع به قاسما بالله نتذكر زارنا الوالي وقتها في الدشره غاديكا قعد دايخ قال لي يعطيك الصحه يا سي عبود الثقافه اللي تخدم فيها تعرفش حضرت له عليا بالله حضرت له 60 شقاله كسكسي بالبسله. بالله ما تقول هيك ليه؟ والله هاك اللحم الوالي يضرب 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 في كسكسي باللحم يضرب ماما يرقوك لينداخ. قال لي يا سي عبود بابا بابا قال لي مالا ثقافه تختفى. والله ضرب ضرب كسكسي بالمسلين لينداخ. يا ودي هذيك هي ريتها الثقافه فروخ تو جايه تختفى الثقافه. ريتها الثقافه مشت مع الكسكسي. حول الله حول الله انا مش نرجح انا ما نخليهاش تمشي هكاك. احنا تو علاش انا مجبود مهرجان وكذا احنا تو مقترحين مع السيد الوزير باش ندخلوا معاكم في الشراكه. اي نحبوا نعملوا مهرجان كبير ياسر. سموه مهرجان هذا مهرجان عالمي.
حسب الفكرة تاع السيد الوزير مش سموه مهرجان الرفيسة الرفيسة الثقافي. ايه مهرجان الرفيسة الثقافي. هاي مهرجان الرفيسة الثقافي حاجة باهية. باهية فكرة هذو بالطبيعة نجم نتشاركوا فيه. تدخل معنا وزارة الفلاحة تولي تدعمنا بشوية دقلة شوية زيت شوية معناتها فارينة. ودو ناكلوا مع بعضنا في ايه عاش بيه خلنا نرفتوا والله فكرة باهية. نرفتوا مع بعضنا. ايه نرفتوا الناس الكل بيه. نرفتوا لها سيفة مهرجان لازم ما صارش في تاريخ تونس. نرفت الرفيسة تاع ربي وعليه زينة مش لعبة. لا والله لعنا الوزير هذا ناشط الحق. تحب الحق؟ انا الوزير هذا نحب ملي نادى مرتسامي الفهري وكرمها انا برجليت فقلت بيه خير. لا يكتب راه عنده نظره لا خدام الراجل يخسر القدام. لا لا خدام عنده نظره واسعه عنده نظره شامله. صحيح 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 معناتها نحبوا تو المهرجان هذايا نعملوه بالشراكه مع بعضنا. ثم النقاط نحبوا نوضحوهم. ايه انتم تو مهرجان الرفيسه. ايه انتم باش مش تدخلوه طو الزيت على لهني التمر على لهني الخبز الطابون على لهني الرفيسه على لهني باش نعملوا احنا مش نفتحوا دور الثقافه مش نفتحوا دور المكتبات العموميه تيلة ايام مهرجان ترفسوا فيها معناتها الناس كلها ترفس غادي الرفيسه تصير غاديك. ممكن زاد السيد الوزير اقترح باش نعملوا نوادي تاع الرفيسه. فكره باهيه نادي الرفيسه فكره باهيه. اش فيك راهي اكله تقليديه واكله معناتها معروفه. نشجع النوادي هذه تجي نوادي يرفس لي يرفس ليك باش الناس كلها ترفس هي كلها ثقافه وفلاحه مع بعضها ويصير هكا الاندماج. الدول تتقدم هذه ترجيه تخدم بها. انا بكره كنا مكبلين انا ما نجمناش نخدم علاش تو انطلقنا تو معناتها عندنا مساحه من الحريه. يبقى في سمير بطين ماشي ان شاء الله باش العام الجاي باش نعملوا اتفاقيه اخرى ومع وزاره الثقافه ومع وزاره الصحه. سمير بالطيب يا سيد بعثات العنايه الالهيه باش ينقذ الفلاحه. يا الحمد لله يطورها الفلاحه في تونس. صعبه السنين ما شاء الله انت واضحين صعبه هاي حتى هنا وصلتك لهني صعبه. مصلي على النبي منزاس مطيش في الفرش. لا مصلي على النبي خالد مصلي على النبي معناتها معناتها ماشي معايا في السياق معناتها نعملوا مهرجان الرفيسه الدولي الثقافي. والله لا علاش تمشي معنا معناتها في السياق. لا ماشي في السياق هذا ماشي الفكره هذه معناتها نسجلها. اما بالله لحظه انا ما بيش قولك ان اقتراح نعمل مهرجان الرفيسه والكليكه. شنو هي الكليكه هذه؟ الكليكه هذه اللي عملوها للنافس. عملوها للنافس؟ اي اي الكليكه ما تعرفهاش؟ ها هاك اللي بالبسيسه ولا اي هذيك الكليكه. لا عاد مش الكليكه. اه لا كلوكا يقولوا لا عاد لا باش نكون معاك والله الكليكه ما ندخلوهاش معاك تو جيت ناقش في ليا عمري كامل في الفلاحه انا نعرفها لا كلوكا الحق. لا 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 لا, لا, لا. الاصل تاعي عدوها الكليكه الكليكه يا ودي لا كلوكا يهديك عاد لكلك عاد بالشده ومتين ما قلت لك الكليكه الكليك ما نختلفوش يا سيدي ما نختلفوش المهم فيه الكليك موجود الرفتين والكليك موجود مضمون ما لا نمشوا فيه السياق هذا ايش فيه اما ثم نقطه احنا رانا ماذا بينا المهرجان هذا كل مناسبه ولا كل عام وقت يصير لازم يكون هذا كل دوره تحبها اي كل دوره تكون باسم شخصيه وطنيه تكون. والله معناتها فكره ممتازه هذه كما صارت في قرطاج ايام قرطاج. اي المره هذه احنا مقترحين سي سمير بالطيب كشخصيه وطنيه. لا 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 لا, لا حد الدوره الاولى ما نجيش بس سمير بالطيب مع احتراماتي لي معناتها احنا الفكره بتاع وزير الثقافه نتاعنا تجيب اسم وزير الثقافه الدوله. ايه جاب وزير الثقافه خلينا واقعين عاد وزير الثقافه جاب الرفيسه. هي احنا زدناها الكليكه وباش نعطوا الزيت وباش نعطوا. لا 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 سامحني عاد هكا تو مش اختلفوا تو الفكره احنا عرضنا عليكم انتم والفكره جات من السيد وزير الثقافه. مهرجان الرفيسه تاع لا حول ولا قوه الا بالله. شنو هذا تو خلوا الدوره الثانيه سي سمير بالطيب. لا 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 تو انت الفكره فكره خاطر داريش فكره تاع الفهري زاده ماشيش هكا راه فكرته هو سيد يا ود والكليك انا هنا اقترحناها. ايه الكليكه انت لصقت الكليكه عجب تو تذكرك عليك العاده. لا 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 سامحني انت سامحني انت سامحني يا ود ما يجيش راه ما يجيش هكاك الفكره تاع السيد الدوره الثانيه سماها باسم الوزير مهرجان الرفيسه والكليكه باسم نعملوها لا كلوك مهرجان الرفيسه راه كلوك يجي الدوره الاول يجي باسم سمير بالطيب. لا لا عاد سامحني يا ود الرفيسه جايه من الثقافه هي ايش بيك تخلص دخل فيها ببعضها؟ انت تولي ترفس وحدك لا لا انت تولي ترفس وحدك تو والله انت قاعد ترفس احنا حابين نطلعوا معاك بالشراكه باش تستفاد فلاحه تستفاد يا احنا طيحنا عندنا صابة زيتون وطيحنا باش تدخلين
باش داخلين انتم؟ شنو باش داخلين؟ احنا باش نفتحوا لكم الفضاءات الثقافيه نتاعنا. شنو خيانتك البلاد؟ ونحبوا ننشطوا البلاد ونشطوا الثقافه. مزيه تحلوا فيها من رواحكم باش تنفسوا فيها. شنو نفسوا فيها؟ ولا انتم مش قاعدين ترفسوا؟ لا قاعدين نرفسوا. شبيه والله العظيم. ما رفسوا انتم. والله والله ترفس في حلب ما قول والله انت هو اللي قاعد تفرس والله ترفس في حلب ما قول انت لا عليك ملوم لا عليك اطلع من هنا احنا حابين نعاونوا الفلاحه ونعاونوا سي سمير بالطيب احنا عندنا صابه الزيتون سنين والزيت عندنا صابه الزيتون هذا الطيش الزيتون وين احنا بدونا كلمه الزيتون انا زيتون كلمه واحده ما عاد على سنت هذه انا نقول لك كلمه الدوره الاولى نعملوها رفيسه قلت لك ليك انا السيد للوز قلت لا لا برا لكلك عاد واحد كلمه واحده كلمة واحدة ما تم كان مستمر بالطيب الحق فينا احنا حابين ننقذ الموت تتعايد عليك تتعايد معايا وانتم ترفسوا حقكم اقفى ولا انتم بتسرقوا مستمر بالطيب انا نعم قاعد يرفس في حلب ما قول انتم مش قاعدين تسرقوا قاعدين في المنطقة كل واحد ترفسوا احنا نسرقوا انتم اي ما عندوش جبناكم مع رجال رفيسة حابين ننقذ الموسم ما عندوش رفيسة في الثقافة تحبوا ترفسوا في البلاد ما تقعدوا ترفسوا حقكم سايب جيب سايب جيب كوش تولي مش تولي مش تولي انت داعي على موظف الثقافة جا في داري جا تالي سل على طبع سل طبع سل الطبع فيا طيب هات برده خرج الرمان طيب طيب الرمان سل الشارع طيب كابتن صاف طيب كابتن صاف طيب بتدوس يا سكر طيب بعد خلا طويك جاي انت فاطمه والله ما تقعدوا ترفسوا في حلب مقعود لك اهو طيب شو عليها ترفسوا في الثقافه جاي للفلاحه تحبوا تزيدوا ترفسوا في الفلاحه وطاو لك لك حابين ننقذوا الفلاحة وننقذوا الماء وقفت معي لا لا عاوز اقعد ممتاز ايش قلت طاو طاو كابتن مارو عندي ناس عاوز 20 عام وني مفلح والماشي يا بابا هو كان عم يجي لما اصحى تعب سيسر انا مشو استنى مرحبا انا سيدي عبود المهف فايق 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 كان بدك تحبوا نقلقبوكم ويجيكم زيت تحبوا انتم تاخذوا التون وتقلقبوا لرواحكم نتفاهم ربي يعلم 20 عام وانا مفلح انا حتى لا يا عاد يا سافر عاد تعاون نتعاون نتعاون شنو كنت مطلع تعودي